انا محمد، عندي 21 عام، قصتي بدات من قدام باب ديال الخيرية لقاوني قدامه. مني كبرت كملت 21 عام، جراو عليا قالوا لي ياسا خرج قلب على راسك. خرجت انا وخوتي اللي كبرت معاهم في الخيرية، ما عارفينش راسنا فين غنمشي وشنو غيلقانا. من هنا غتبدا قصتنا ان شاء الله. وهادي انا فاطمة الزهرة، وحتى انا في عمري 21 عام. نهار حليت عينيا حليتهم في الخيرية، نهار سولت على راسي قالوا لي نهار كانت عندك 6 شهر حطوك شي ناس هنا ومشاو. وملي كبرت عرفت غير 2 خوتي، أشرف ومحمد، وهما كل شي بالنسبة لي. وهذه هي قصتي، خليكم معانا. وهذا أنا، سميشي أشرف. نهار حليت عينيا حليتهم في هاد الخيرية، واللي لقيت في جنبي هما المربياش والمدير ديال المؤسسة. ومني سولتهم على الأصل ديالي قالوا لي بلي لقاوني في السبيطار سمحات فيه الأم ديالي وأنا عندي 3 أيام. ومن تما بدات قصتي في الخيرية هادي، حتى جا هاد النهار اللي خرجنا فيه أنا وخوتي. خليكم معنا باش تكملوا القصة. احنا دابا ما عندنا لا حنين لا رحيم، شنو غنديروا في نظار؟ خرجي معانا 700 درهم فاش غاش قلت لك؟ عارفين راسنا بلا والدين وخواتنا، ولكن حنا خوش غنتعاونوا مع بعضياتنا، وهاديك 700 درهم غناخذو كلينيكس ونوقفو واحد الفيروجات باش نكحلوه. واش بان لكم؟ وافير عو هادي، واش حنايا ديال كلينيكس نبداو ندورو في ستوبات؟ وخاصنا نشوفو شي جريه ونشوفو شي حاجه نديروها. هنا واضع عندك شي كتاف هز لك الحجر وهز لك الخناشي. ايه شاد نظارة خويا السيم، بيعو كلينيكس في فيروجات ياك؟ خلونا نمشيو نقلبو على شي صنعة ولا شي حاجة نتحشو فيها، نتعلمو ونديرو شي حاجة نرجعو عليها، نقلبو على شي بيت الكرة مثلا. هاد الهضرة كاملة أنا غادي نجيب شي قرعة ديال الماء عطش، نخلو فاطمة الزهرة طريها في الكويس ديما رجعنا. واش بان؟ مزيانة، عين سيس ولا عين أطلس؟ عين الفلاح شنو دير؟ نخليوك بوحدك انت مالك الموت. انت سيري طريق الكرسي شمو رايح حنا سيري. اجيب لك ضياشي من الصاد. جيبها لي جيب. شكون هي الخي شيد؟ ربي هاز لها تبارك وش هذا ديال لا وش ديال الصباح ما كنتش دايره في حسن. ما راه مشي شعل على كتلقى الرودة ويحل هذا الشيء. بالخف ولا كبير؟ سلام عليكم. وي كتعرفني؟ والله باغي نتعرف لك. تي سلمي دابا. ما تسلم عليا ما نسلم عليك وما توقفش عليا اخويا كنعرفك. السلام عليكم. الله ربي خلص على والو. سير اخويا بعد من اللي عطيني تي ساعة الصباح هذا. سير تي ساعة زوينة وكسكوشة. وحيد ما تقيسنيش. وي شكون هو تخون هذا؟ وي وي وي. ما عطانيش وقت. لا حول ولا قوة الا بالله الصباح هذا يا ربي. واش باطا؟ فين هادشي؟ ولا خويا سولت على شحال الساعه؟ سولتي وكان كيتبسل عليا مالك قدام مالك؟ قال لك قال لي زوينه وديك الهضره الخاوي. عرفتي انا شكون؟ صاحبي ما عرفتش حتى انا خويا هادي هادي عندها فاتشه ديال الدريه ولكن هي راه دري كارطي موال دري. سولت على شحال الساعه؟ حتى انا غنبدا نصوفك اصاحبي. سير اصاحبي سير بعد منه اصاحبي. انت من بنادم؟ شوف ليه؟ يلا غنعطيك بو سيري عندي لعبك. ايه بحال منو هذا؟ شدي هاد ضربي بدماغ ما بقاش يدعقك بنادم. واش بان لك انت؟ انا كنت باغي نضربو ولكن اسم محمد غانيش المشاكل اخويا. شوف اش غايجيكم مليح. يلا قلبو اخويا في غادي نتسكنو ونريحو شوفو شي محل نكريو بهاديك البراكه اللي قلت لكم. قوموا لاربي وهداك الشيء اللي علمتيني راه كاع ما كنبغي نخرجها خليها على الله وصافي. احسن حاجه اشرف نمشيو نقلبو فين نسكنو فين نتخباو نبقاو بحال هكا راه يوميا نبقاو في المشاكل. تيرا مريضة تيرا كانت فيك شي سخانة قديمة مأثرة لك على راسك. ما تيهضري معانا الجوج واه شيري ويلا ندبروا على راسك غنمشيو زعما نلقاو شي فرشوش. يلا نشحال قلبك يغسل. يلا نور ربيين ليا وبين واه يلا يلا.
دخل سيد القرع. كاين الثلاجه حتى هي ماشي ماشي مشكل طراي شنا دابا كيبقى واحد الاشكال ديال الشامه لكن ما قلت لك راه ولاد الخيريه ولاد باب الله او بغينا ندير معنا شي شامه ديال اخوه وطراي الظروف اللي عندنا واخا هكاك انا ما ديرنا والحمد لله بها غتسترنا بعدا مالنا حنا ممسولينش مالنا راجليه غتسترنا كون هان خويا اشرف شوف ملي استناح حالتك راه باين كلشي فهمتي المهم كاش واحد اخر انا بانطلع ب 1000 درهم باش ما نكذبش عليك ولكن نتوما غنتعامل معاك باخص انت فهمتي غنتعامل معاك راه قبل كنحيد 8000 ريال فهمتي غنخليك 600 درهم صافي فاخر من الخير انا ولا نتقاتلوا على التيام انا باش نحط دروك في الشهر من الشهر الشهر فلوس كاش واصلك غندوز عندك المحل اللي تلاقيش معاك فيه باش ما ندوزو لك فلوس المهم اخويا اشرف انا عارف الظروف ديالك فهمتي ما كاينش اشكال المهم نخليك السوارش حتى تحضر على خاطرك وانت راك عارف البوليس صافي الله يحفظك الوالدين تبارك الله عليك الله يشوف الحال كل شيء اخويا الله يحفظك تبارك الله عليك فين اشير؟ الله يحفظك شكون لك؟ قول لك غنتعامل معاكم في التيمان اه خلينا 12000 ريال في الشهر هادي افير باش يمس 100 درهم باش يمس 100 درهم بقاش راس مالي 100 قلت لك افير الكنينيك نداو في الوجه ديالي طبق على راسي مزيان انت شكون كنينيك صح سالي داك الشيء ديال الكنينيك صافي شو قلبو على شي صنعه شي حاجه نتشوفو فيها صح قلت لكم واحد الحين اللي هو ونخرج انا نخدم هاد العيال ايه ما طيبين مسمن عند مولي لبسه جف الدروج ما انا قلت لي ريحي 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 اخوتك جوج غيتعاونوا على الوقت ونبطروا على راسنا الرجال ما تسكتش احنا ما عندناش دري لك شي ما غتنزار تريحي في الدار معززه مكرمه وتشي شي حاجه ماش خاصك راه عندي وجه خوشك غيضربوا لك شي مار اه انا ما قال لك لافير قال لك الحق ريح ندير واحد البلان اخر واش وندير البغلال ونبيعو في الدار تبيعي في الدار كيما كنعرف ديري الشامي والسلوان وبيعي قدام الباب ما كنتيش كتصايب لي كنتيش كتصايبو وتجيبها لي بالخزنة اشرف خويا غنكتشف فمك ونمشي نكتشف فيه ريح ريح نمشي نجيب لك لاباني عندي واحد الحويجة الشكارة دوزي معاك صافي الشكارة واش انا يلا سيمو ولقيت لقى والله لا صبيتو وزير خير صحيح مزيان مورا عليا الله يحفظك لا كاينش معاك كلشي خدمة انا راه بغيت شي حاجة كيف ديما ايه مرحبا جيتي في وقتك حنا نيت خاصنا شي واحد شي واحد معلم ايه الصراحة انا ما معلم ولكن لا دخلناش معاكم يومين ثلاث ايام راسي خفيف غنتعلم فهمتيني باش انا ما عندي ما نخبي عليك انا راه خارج من الخيرية انا وخوتي عندي شخوش وانا اللي لازم المسؤولية ديالي وباغي نخدم باش نهزهم ان شاء الله ونزيد في السفينة شوية لقدام ايه مرحبا خويا صافي نجي غدا ان شاء الله في الصباح غادي تسعود ويكون خير ان شاء الله اش كتبغي تفكر بك اخويا المهم ان شاء الله الصباح عندك انا نوصي عليك الدراري يكون هاني ان شاء الله يحفظك اخويا عندك ولدي يا ولدي هات انت شي شي من الداخل بارك عالم ما في القولون اما ندبروا على راسنا ونخدموا ونتموتي فيها وصافي ما عندنا لا حليل لا رحيل حليل انا مشينا نقلبوا على خدمه اللي دق بابي يسدوا لك ها
غنديرو هنا كاع باش ما عندناش والدين. واخا ما عندناش والدين راك حسوت حنا بالناس ربي تفرجها وصافي. ارتاح شويه انا ونمشي نمشي عشان نقول ليه ما لقيتش خدمه. الله يجزيك الخير. نزار اخويا العزيز عليك واحد الخبار زوينه. الله يسمعنا خبر الخير. قايش خدمه؟ على سلامتك اخويا. الله يسلمك وقولي على سلامتك. ورا على سلامتنا ولكن راه تا ضربت انا روحنا ناكلوها بارده. عادي ماشي مشكل اخشي الا كانت تمارا في طريقك نمشي للسيمو كاينش اي اشكال نضربوها بالليل وبالنهار. المهم تكونوا لي نتوما بخير وبقاو خزوني على الشول. واش نقول لك اخويا الله لا يخطيكم عليا حتى انا ما كرهتش ندير شي حاجه على قبلكم نتوما ما بغيتوش. نقدر نعاونكم بحاجه وحده هي نقابل لكم المحل نقابل لكم حوايجكم اي حاجه خصاتكم انا معاكم فيها. الله يسهل عليكم يا رب. ماشي مشكل اختي كل خير دير لها الله شي وين ديال الخير ان شاء الله يا رب. ها هو السي موجه ليه السلام عليكم. انا سلام شو سلام شو مالو كاعي في مال كاعي والله ما كاين لك كاعي ما معك شي واحد شويه تقول معايا انا مش عارفين شو غير قول لي مالك اشي انا الكاميرا حنا ندور شوف انا الشمس صافي اش يقول نخدموا تاعنا وندبروا على راسنا ما كاين ماشي مشكله. انا بطل المارشي واقيلا وانا هادشي اللي لقيتيني غنقول لك كون شربتي غير السوق وقلبتي فيه تاع لا انا بطل المارشي كريو واقيلا بط مارشي كريو واش انا خاصك تكون وقاشي تما صح قلب لك على شي سويقه هنايا قريبه ودير بانيا فاش السوق دير شي كرايره يس شي لعيبه تما خشيش انا راه نلقاي شي واحد خدام حب الله الله فيهم انا أزكي بلاصتي أزكي بلاصتي أخويا والله شنو دخلك معاه؟ فاش؟ في لافاج. سلطان وفيلاج؟ أنت كتعرف؟ هو نتعلمو. ما تقول واش كتعرف؟ أي حاجة تتعلم. الله يسهلك الله يسهلك أشرف الله يوفقك. آمين. الله يسهل علينا ثاني. علاش أختي أنت باغي تخدمي تتعلم سبحان الله العظيم. غنضرب موبا تقرع الفم. أنت راه لقيتي شي بلاصة في السوق ديال حدايا قراري تنبيعها بغير ولا مسمن. نوض هنا نضرب شي براد. أنا اللي غنوض. جيب ماك شي جمح راشات سخان بغيت نشوف هذيك الميكرا فيها شويه زيت العود لاحظ كدير الدنيا وكيلقيتي داك الشيء كدير الدنيا اللي يدير بالي انت بقيت عاد تابع واقيلا كدور بان لك التيتيز وداك الشيء وما قلبتي على خدمه لا والو كنعرفك يا هضره الشيء اللي فات هضره الشيء شي سيمو شي يقضي شي غارات دابا كاين انا الا خصها شي حاجه مرحبا الراس والعين بلا شك انت هو الدري الجديد المهم كنت باغي السيمو منين كاين حتى ماشي مشكل بغيت تغسل لي الطوموبيل هي اللي موراها الطاسي واخا ايوا مرحبا الراس والعين الله يعاود الطوموبيل ديالك تبقاي في الحفظ والامان ان شاء الله غادي نفينيا ونقول سيمو عيط لي جبد الطوموبيل ديالك واخا شكرا ربي يخليك المهم راني غادي نجي نجيب الطوموبيل غنخلي الدكتور يروح مرحبا الراس والعين مرحبا الله يعاود Thank you.
بغيتي شي شول اخوك ميدي جايز مالك انت راه قديت لك طويب لسرسكتك على الحاله انا ناطي سير ما جربت حب حب انا دبرت على 25 درهم منين دبرتي على من السوق عاونت شي خوشو تعاملت معاهم في هاد اللعيبات قديت لهم خضره عيبات سنيت قاس عاون جاب الله 25 درهم ولا والو يا انا خصي فطام بزاف ولا صح قدو بها نقولو بسم الله شنو هذا برج على شي بوراك 50 درهم وما 50 درهم راه في خير والله الصراحه كان 60 درهم ودابا 10 درهم غادي تشبع صحتك اخويا لا ما تبعيدين انت انا دبرت على راسي واحد المره طيب شي لوبيا عاوش كنصاصب 2 درهم والله ما كتبغي تخلص من عندي قسم لك بالله ايه والله ما بغيت تخلص وجايين عندي انا جوفي خانس باقا ما واكله والو خويا شي هان شوف شي قدام قدام وديك الساعه جيب كل واحد يجيب الباي ديالو ها 800 رد من هاد 60 درهم خزنيا 300 غدا ان شاء الله نجيب معايا شي خضيرات فهمتيني وهاد 100 ريال هادي جيب بها شي 5 كيلو ديال الحوت طيب وكواري زين ها سمعني سمعني شي تشاسيم حنا دابا غنقاتلو اخو نبنيو مستقبل جيبو شوية الفلوس نديرو شي بيعة وشري نديرو شي حاجة نوقفو على رجلينا راه ماشي خرجنا زيرو نبقاو زيرو لا الحياة مكتش وقفش هنايا خصنا نزيدو قدام ونافيكيو على راسنا متفقين معايا ولا لا؟ اه جادينا غارية نجمعو الفلوس شغل نجمعو فلوس بعد 80 درهم ولا 60 درهم ولا 70 درهم اللي كنجيبو في النهار تحضر ليا كتقول لي ان شاء الله بشوية بشوية واه نديرو شي بيعة وشري احنا اخويا كنا مطنقين ما درنا ديبلوم ما درنا والو صافي هاكا حكمت علينا الظروف الحمد لله كاين خصي فاطمة مسالة عندك الصحة محمد خويا والله بشوية بشوية حتى نديرو علاش نرجعو وان شاء الله نوصلو لداكشي اللي بغينا الله يدير لينا شي تاويل ديال الخير وصافي يدير الله خير والله يدير لنا شي تاويل ديال الخير دري بيجو انا غادي طيب لينا من هنا شنو جيب شي بحال هكا شي جوج جوج دراهم زيد تقول ماشي مع هكا البيض المسلوق شي ثلاثة البيضات مسلوقة ما تجيب بيض مسلوق وما غاتجيب الزيت العود والخبز ب 100 ريال ثاني ياك شي الفران انا كنتعامل معاهم غنعاونهم شوية ناخذ ثلاثة خبزات مال رجعي لي صلوا سير الله يستاهل عليك امين الحمد لله صح مزيان الحمد لله الله يبارك فيك عيطي لي ما كاين باس لا والو غير بغيتك فواحد الغرض وبغيتك تقضيه ليا ايه مرحبا شنو هو عافاك السيمانه الجايه غادي نخرج على برا وبغيت نخلي لك الكونتاكت ديال الطوموبيل وهكذا مره تدور بها وتغسلها وحتى انا راه ما غاديش ننساك مره غنصيفط لك شي بركه ايه مرحبا على راسي وعيني الله يودي خيرك صابر والصراحه بينك بنت الناس وماشي مشكل ما كاينش الاشكال الوقت اللي جبت لي الطوموبيل ماشي هذيك راه نجيبها نغسلها ومره راك عارف انت شي حاجه لو عليك وصل خلي شي مراه كبير راك كيبقى الباتري كيولي اخوانك مره نولي نجيبو نضرب بها دويره ونرجع لك المحل ما كاينش اشكال صافي هادشي علاش بغيت نوصيك وان شاء الله تكون بيناتنا معرفه دائمه يا ربي الله يسهل عليك شكرا بزاف فرحتيني الله يفرحك اه كما قلت لك راه مرحبا على راسي وعينيا قولي لي غير الوقت اللي غادي ندوز للطوموبيل والوقت اللي غتكون عندك الطياره ان شاء الله ونمشي نوصلك حتى للمطار ما عنديش اشكال والله اوه هذه فكره مزيانه من هاني ترجع معك الطوموبيل صافي مرحبا على راسي وعيني الله يودي المهم دابا نخليك الراحة نمشي للمحل نخلي شوب وحدو اجيب باترون غيداير فيا راك عارفه لا خليك فين غادي انا نوصلك معايا في الطريق هادشي هادي فكره زوينه الله يكبر بك من هاني تنتعرفوا كثر يا مرحبا على راسي عليك شو هذا شو مالف كيجي عندي مع هاد الوقيشه نبقى نتسنى فيه بحال شي مصاط على السلامه صاحبي فين يمكن والو كاين واحد البياس ورا دخل لعندي باردة شي ريدي لو كانت باردة عطاني رزق راه قويتي عليا راه كريدي بزاف كريدي محمد الشلح انت هاد البيسه بحال خواتها حتى هي غتجي تاخذ راسك في العشيه غنضم معاك ترا ود دربنا راه ما غنديش لك ديالك انا يلا دور غير صافي سير صاحبي تخزاز وصافي سير صاحبي ولا غنولي خدنا ديال ديك النار تعقدني بخوشه وانا نورك دابا
أنيسة فين؟ عرفتي عليا؟ يا ربي يا ربي تصبش يا ربي. طب حال وجهك كاع ما تصبش. واش باغي فهاد الصباح؟ اش باغي؟ تي راه باغيك انت والله ما عطيتيني وقت لا تحركت لك من هنا. ها باش تعرف. والله إلا كضحكني الثقة في النفس سبحان الله العظيم. دابا علاش كتقلب دابا؟ شناهو؟ عند بالك دابا نتسناو جوج خوتي يجيو؟ أقسم لك بالله العلي العظيم ما تمشي من هنا غتشوف شي حاجة ما غتعجبكش. مزيانة لك هادي نتخزو على بعضياتنا ما عندي ما يداه. دابا يا صاحب بالخاطر غتكوني ليا وخا يجيو خوتك ناكل معاهم مشات طرا بالربيع نغرس أنا وهو فيهم. واش فهمتي؟ أنت ديالي وتا واحد ما غايحيدك ليا. دابا أنت بنتي ليا ما خاطر ما مخداش معاك وتخزا سوا ما خداش معاك. راهم ضربوا الحديد ما حدو سخون، اش بالك؟ تغيب ولا نغيب؟ يلا سيري شوفوا هاد الغياب ديال الدريات يلا بيني ليا نشوف انا كنتسنى. هادي علم ليا اشرف شيا وهادي علم ليا محمد يلا سير. طب فرشي على جيبك فاطمه باش تعلم تعرف راسك معانا تعرف راسك انا راش الوسط منه جيت حقر على وليا دعوه في التخزاز والوشام بعدكم ما يدار غادي نجي مع بنات الناس الله يلقيها لك فهاد النار القاسم تدخل على شي وجافه شي كاميو ديال البطاطا كالعاده ودي يدخل على شي كروسه ديال راسه كروسه ندخل عليها ندير انا حمار نسوقها نضحك عليا تا والله تعالي تعس خويا هاد الليله داك اللي خليك تفكر ما القاسم كطالي الطيم اخويا محمد كتبقى فيا الزبنين يا سبحان الله هادي مكتئبه القاسم اسمع محمد كتجيك شو هاد القايشه كدور بك الدنيا شير انا ديما دايره في الدنيا ويلي ويلي واش نمشيو للحمام غدا حتى لا غدا عندي ما يدي راسي تنجي في الليل ومشي لا انا كتمشي بنار مالك شحال مجنون اسكت اصاحبي تقي لازم حدانا انا شتي قولك جيتو ديما جات مخده قبيله تكيت عليها ضربتني مليح اسمع نزار وي نزار نزار ترى سخون نزار ديما ديما كش دارك ايش فيك ايش فيك فيا سخانه وكنحس بداتي كتغلي فيا تكزاز عرفتش مالي ودقات القلب كي غادي نموت واقيلا هادشي كامل عارفه انتي دولي تنوضي خاصك هادشي دولي طرا باش نجيب شي فانيله زرقاء نجيب شي شوشم والحال قلت لك كنحال هنا نجيب لك الماء كضحكش ديما كضحكيش صافي سي 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 شنو ندير لك انا ما عارف مخيم زاري محمد وانت هو اسم محمد اش بان لك في القاضي يا ياسر خويا هاد المرضى خرجت لينا من الجربان انا ما كنتش حاسس بها انا كذب عليك اخويا السيم داخش بيه ما عرفت لما نعطي الراس صح اش انا دابا الفلوس ولا انا دبروا لي الفلوس هادي خاصني نسبر لي الفلوس اصاحبي الطبيب هذا واش كنبانو ليه حنا ملاقين شو الحالات؟ واش تشوف اخويا رحني الله رحيم في الدنيا فاطمة الزهراء راه ما عندها شي واحد من غيرها الطبيب شي هو راه ما عليه والو راه داك الشيء باش كتقام العمليه اش قال لينا وزيدك غادي نبقاو ندورو ندورو في راسنا تا غنديرو شي مصيبه اللي فاتح احمد عقبه واحد ما تساو تكرهون شيئا هو خير لكم ساعه انتم تحبون شيء وشر لكم الله يدير الشيء وانتم خير اخويا اشرف صافي انت مول البلان هذا ولا شي بلان شو كدير الله يحفظك سيم تشوف العشية تجي في غيد زين بلي واش نبقى مريح بوحدين هنا نطب البارك ليلا ليلا يا ليلا واش نكني
كيف حتى لقار في صقار وشريني ماشي بريريد باش نجيب شي حراشه. هنا كيف ما كتشوفوا خارج فرحان حيت قدرت ندبر على الفلوس باش ندوز لخشي وندير له التحاليل وليريم اللي طلب لينا الطبيب. وبلا شك عرفت شكون اللي وقف معايا، السيده اللي جات عندي لافاج عاودت لي الصور ديالي وعاودت لي المشكل اللي انا طايح فيه، وصراحه ما بخلاتش عليا. مرحبا خويا هادشي مرحبا بيبي هذا هو القصر ديالنا هنا في كرية هادشي سام كنبغي نشكر بزاف عرفتي معنا واقفة حتى دارت معنا الرب ديال مزيان صاحبي حتى هادي طنبوي عندك الطوري ديالي هادشي صراحة شكرا خويا ما يكون عندك باس ما يكون عندك باس شكرا بزاف الله والله حتى غادي نوقف معاكم والله حتى بقيتو فيا غادي نوقف معاكم ان شاء الله ما يكون غير الخير حملك ولدينا خشي الله يجعلك خذ كي قتلوني انت هذا دكاك الضحين اول عفوا والله الا كي قتلوني الضحك ان شاء الله يكون غير الخير ان شاء الله رانا غادي ندري ويش الحمد لله رحمك الوالدين واش انتم راكم والله يسهل عليكم شوفي شي سهل صراحة قليل من الناس اللي بحالك واللي كيوقفوا مع ولاد باب الله اللي بحالي مقوشي كما قلت لك قدر اخوشي واي حاجة نقدر نديرها على قبلهم وكما شفتي في ديك الخدمة اللي كنت خدام فيها واللي دوما جروا عليا على قبل المرضى ديال خشي هادي يا صاحبي هادشي اللي كاين اخشي حملك الوالدين واحد الطليبة مرحبا اخويا صوفي انا ديري معانا مزيان يا ودي راني دويت معاك راني غنخدمكم بثلاثه ان شاء الله جو بونس فاطمة زهرة قلت لي عندك باك بلس 2 ياك ايه عندي الباك وعندي بلس 2 وين انت راه غادي ندوز لك واحد الفورماسيون ان شاء الله ويكون خير تي عطيني البيرمي انا دوزي لي البيرمي وعطيني الطوموبيل واد المسخوط انا راه حينا عن احسن من البيرمي حبيبي بالله اي موت علاش على ربي حافظ شايفو الله يحفظك مرحبا دابا بقيتي انا وياك واللي غادي نقول لك ماشي غادي نشكر فيك عاوشي انا كاين واحد القضيه باغي نقولها لك وما عنديش كوراج باش نطق بها ونخرج هضر خد راحتك الصراحه انا جبتي نوبه طلب منك الزواج الا قبلتي عليا مرحبا ملي انا غنلقى احسن منك وزعما واخا نمشي فنيفو انا فنيفو انا كيبان ليا خاصني شو سلالم وسينسو ان شاء الله نطلع للمستوى ديالك ما يكونش عندك اشكال في هادشي ما تقولش بحال هكا اشرف ما عمر الفلوس ولا الماديات كانت عائق انا ان شاء الله غادي نوقف معاك ونجيك الصراحه حتى انا كنت نقول لك من الاول ما كنتش ويا صراحه نقول مبروك مبروك كيف ما شتو معنا في القصه ديال اليوم اللي كتبين لينا المعاناه ديال الاطفال ديال الخيريه اللي كيتخلاو عليهم الوالدين ديالهم لبعض الظروف واللي الاغلبيه ديالنا عارفينه واللي الميساج ديالو موجه بزاف اللي من هاد الفئه ديال المجتمع اللي تخلاو عليهم الوالدين. هنا نبغي نقول لكم ما تفشلوش ولا خرجتي ولقيتي راسك وحيد ما عندك لا والي لا شي واحد تقاتل وكافح ولكن هذا ما خصوش يكون واحد السبب باش نخرجوا الاجرام ونديروا شي حوايج اللي خايبين ونخرجوا على القانون لا بالعكس هادشي خاصو يحفزنا حيت نهار تخلاو علينا والدينا لقينا في جنبنا واحد الناس اخرين اللي ربونا وعاملونا تعامل زوين. المهم هنا غنكونوا وصلنا لختام ديال هاد القصه اللي كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وإلا عجباتكم كالعادة بارطاجيوها مع الناس اللي عزاز عليكم ومش بخلوش عليها بلي جيم ديالكم ولي كومونتيرات زوينين. الموعد ديالنا كيتجدد في الحلقة الجاية مع قصة جديدة وكنبغيكم بزاف.